الوحش ينقلها الى توريك، توريك جبرين 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 ينقلها جبرين في متابعه سريعه وما زالت المحاوله بها وخطره وجول 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 وجول. الله 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 الله، هدف ياتي عكس الاداء وعكس مجرى المباراه. وشوف الكوره، توريك جابرين يحطها عرضيه ويغلمها بشكل حلو احمد سمير محمد. احمد سمير محمد عرضيه وسط غفله دفاعيه ويتمكن توريك من متابعتها جابرين ويسجل في 33 دقيقه لعب الهدف الاول لنادي الاسماعيلي. الدراويش يفعلوها، الصنفة البرازيلية بتاع مصر يفعلوها في هذه الأثناء. فرحة خالد الأماش، يتقدم الإسماعيلي على الزمالك بهذه الأثناء.